متجوزه بقالي 23 سنه كده، عندي 6 ولاد، ولدين و4 بنات. وجوزي لما جبت الولدين الاولانيين عشان احنا يعني صعيده، يعني جوزي اهله صعيده ماشي، وانا يعني بيحبوا الصبيان، جبت الولدين وبعدين بعدها جبت بنت. بعد ما جبت البنت دي كنت عايزه اجيب ايه ولد تاني اللي بعد البنت دي، بعدها جبت ال4 بنات ورا بعض. جوزي قال لي ايه خلاص كده كفايه، طالما انت جبتي ايه كل ما بتجيبي بنت. رحت انا ايه حملت تاني، اما حملت تاني قال لي لا انا ايه كفايه عيال كده وخلاص ومش عايز الظروف ومش الظروف وكده. رحت انا رايحه من وراه خدت حقنه نزلت الايه الحمل ده. بس انا يعني ما يمنعش ان انا عشان نزلته ان انا ما زعلتش ساعتها وجيت وتعبت، عشان انا كنت عايزه اكمله. بس انا عشان يا اما اكمله، انا كنت مضغوطه يا اكمل الحمل ده واعمل مشكله مع جوزي والاولاد ال4 بنات والولدين هيبهدلوا، يا اما ايه انزله. قلت للعيال اللي موجودين اللي انا شفتهم بعيني اهم من اللي لسه ما شفتوش ونزلته.